الحجر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. اي الانصراف بالسلام، فهمتني؟ لا تسبقوني بالانصراف بالسلام، اي لا تسلموا قبل ان اسلم. وليس معنى ذلك ان الرسول عليه السلام اذا سلم انه يجب على الناس ان يجلسوا حتى يقوم الرسول عليه السلام، هذا ليس بالامر الواجب، وانما إن شاء جلس وأتى بالأذكار وحصل إن شاء الله الأجر المترتب على ذلك الذكر، وإن شاء فعل كما فعل سرعان الناس في قصة ذي اليدين، لعلك تذكرها. ها؟ ألو، قصة ذي اليدين؟ ايه ايوه يا شيخ، انا بقول لك لعلك تذكرها. نعم نعم يا شيخ. وتعرف ماذا فعل سرعان الناس؟ نعم. ماذا فعلوا؟ وهو البعض والبعض يعني بدا يعني يتحدث ويتكلم. انت بتتكلم عن تحذير. سرعان الناس مجرد أن سلم الرسول عليه السلام على رأس الركعتين ساهيا سلم الناس معه وخرجوا من المسجد. يعني لا ننكر على من خرج بعد أن يسلم الإمام، هذا هو المقصود، بارك الله فيك، ولا إيه؟